واحنا في القرن 21 وفي سنة 2023، ورغم التكنولوجيا وعالم الفضائيات والسوشيال ميديا وعصر السماوات المفتوحة والخبر اللي بيوصل على الموبايل في ثانية قبل ما يوصل للمذيع أصلا، لازلنا شغالين التضليل بمدرسة جوبلز وزير إعلام هتلر اللي رفع شعار اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدق الناس، أو اللي بقت نسختها الحديثة دلوقتي اسمها إعلام السامسونج. الكذب الحقيقة والتضليل الإعلامي منهج ثابت لنظام الطاغية، وكانت سنة 23 شاهدة على أشهر الأكاذيب بتاعتهم وتبريرهم لفشل نظامهم. عشان كده السؤال اللي بنطرحه لليلة دي، مين اللي بيدافع عن الناس دي، أو بيدفع سوري مين اللي بيدفع للناس دي، مين بيدفع لهم عشان يقوموا بهذا المجهود الخرافي من التضليل؟ فين صوت المصريين أو الصوت المعبر عن المصريين في الإعلام؟ خلينا زي ما تعودنا أو عودناكم نبدأ معاكم من الآخر كده، من واحد من المرشحين لأوسكار أفضل أحسن كذاب، أوسكار النفاق والبزاءة، وهو نشأة الديهي اللي ختم السنة دي بكذبة فاقت التوقعات. بشرنا بوصولنا والحمد لله، مش للقاء، لا 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 لا، وصلنا لان احنا بقينا صفر مشاكل صفر ازمات. نشأة الديهي بيقول كده، مصر بقت صفر مشاكل صفر ازمات في الاقتصاد والعلاقات الدولية والسياسة. اسمعكم نشأته بيقول كده بنفسه. ما يمكن ان التقطه في هذه بين هذه الكلمات هو انه عام 23 استطاعت مصر في ان تمر من ازمه اقتصاديه دون سقوط اقتصادي، استطاعت مصر ان تسدد كل الديون في توقيتاتها دون تخلف، استطاعت مصر، استطاع الشعب المصري مع الدوله الرسميه ان هم ينجزوا انتخابات رئاسيه مشرفه في وسط ظروف شديدة التعقيد على المستوى الداخلي والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي. استطاعت مصر خلال هذا العام أن هي تستمر في استكمال مشروعها الوطني دون توقف، وإن كان هناك إبطاء نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية. استطاعت مصر أن تخرج من فخاخ كانت منصوبة، فخ في المنطقة الغربية في ليبيا، وحرب كانت مخطط أن هي مصر تتورط فيها، ونجحت مصر في أيضا تفويت الفرصة على انخراط في حرب السودان، ونجحت مصر في تفويت الفرصة أن هي حتى الآن أن تنخرط في حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نجحت مصر أيضا خلال عام 23 في عودة العلاقات مع دول كثيرة زي تركيا مثلا بشكل أكثر عمقا، مع قطر بشكل أكثر عمقا. مصر أصبحت دولة نقدر نقول صفر مشاكل أو صفر أزمات أو صفر علاقات مقطوعة. إيه ده سويسرا؟ مصر صفر أزمات صفر مشاكل؟ مصر صفر أزمات في 23؟ الحقيقة دي تعريضة لا ينافسها فيها إلا أوسكار النفاق. ده الأوسكار ده بيلعبه أو ما يعملش العملة دي إلا بكري، مصطفى بكري، لما طلع وقال إن السيسي حظ وحش. اسمع، فالناس لازم تعرف ده كويس، ان احنا كنا ماشيين كويس لكن تداعيات الكورونا ومن بعدها الحرب الروسيه الاوكرانيه عملت لنا مشكله كبيره. اللي وقف يا شعب مصر معاكم في 3 يوليو واستجاب لنداءكم وتحدى وخدع على صدره، كان ممكن يحصل له اي حاجه وتعرض للاغتيال اكتر من مره. الراجل ده مش ممكن يوصل الشعب انه يزعل منه، لكن الظروف هو حظه سيء. لكن هل هو تراجع؟ هل هو عمل مشكلة معينة؟ هل هو صرف الفلوس دي في حتة يعني مش ولا بد؟ بالعكس، كل تاريخه ناص على البياض، هو الآن يحاول أن يبني بلد. ما تتكش قوي على صرف الفلوس في حتة مش ولا بد، ما تتكش قوي مصطفى، كنت ماشي كويس، بس اتكيت قوي على هل هو صرف الفلوس في حتة مش كويسة؟ ما أنا هقول لك هتزعل، ده صرفها في حتت مش كويسة، حتت في حفر المال، في الطيارة ملكة السماء. يا راجل ما تتكش قوي كده. على العموم، ورغم ان الحقيقة واضحة لأي عيل صغير بشورت بيلعب في الشارع، لكن انا هخلي واحد من كتيبة السامسونج نفسه يرد على الديهي عن حكاية قصة مصر في 23 صفر مشاكل. يا ترى المواطن حاسس فعلا بالصفر ده؟ انا هطلع لك الواد بصوت مهجن ده، خالد ابو بكر. خالد ابو بكر يرد على نشأة الديه، اتفضل. بيسموه الخبراء. طب يعني دعوا الخبراء يجتهدون، لكن القول الفصل يبقى الحكومه، بس ما تسيبوش الناس. يعني حاله الاسئله التي تدور في الشارع بجد بقت متكرره جدا، ما فيش اتنين بيتقابلوا الا الاسعار، الدولار، الذهب، الكهرباء. كل الناس تسأل نفس الأسئلة، وتسمع بقى التعليقات وفقا للثقافات، يعني كل واحد وثقافته. اللي يقول لك لا أنا لسه الكهرباء بتتقطع عني، وأنا موضوع الكهرباء ده مش طايقه، حاجة غير طبيعية.
واللي يقول لك والله طب احط انا محوش 100,000 جنيه لان هقبض الجمعيه في شهر فبراير، اجيب بيها ذهب ولا اشتري بيها شهادات؟ طب وهيحصل تعويم ولا لا؟ طب اروح فين؟ هو تايه في الحته دي مش عارف. طب العقار هيغلى؟ طب اشتري ايه عشان احفظ ثمن فلوسي او قيمه فلوسي؟ طب الاسعار اللي احنا شغالين بيها في الاكل والشرب دي هتغلى ولا هتفضل زي ما هي؟ في حاله توهان في الشارع المصري. توهان توهان توهان، امال فين بقى صفر مشاكل يديه يا ابو الضابط؟ ولا عشان ابنك دخل الكليه وتخرج او هيتخرج؟ اذا كانت الناس ماشيه تكلم نفسها،